السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز السفر للعمرة أثناء شهور العدة للأرملة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه من مسائل الاختلاف، وترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جواز ذلك. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات عليهن الضماد، وهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقالت مدرسته: إن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا، ولم يقل الله في بيت الزوجية. وهذا رأي علي، منسوب إلى علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. بينما خالف في ذلك عبد الله بن عمر، ونقل بسند ضعيف عن أبيه وعثمان وابن مسعود، وألزموها بالبقاء في منزل الزوجية. على أي حال، أختار رأي عائشة رضي الله عنها، لأن الحديث الوارد في هذا الباب: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حديث غير ثابت في سنده مجهول، والله أعلم. جزاك الله خيرا.